المهم أبو سيف رئيس المجلس الجهوي لجهة وادي الذهب القوارع. تنعقد اليوم دورة المجلس الجهوي لشهر سبتمبر، وهي دورة مالية بامتياز باعتبار على أساس أنها تعمل على برمجة السنة أو تحضير للميزانية السنة المقبلة. وكذلك هناك بعض النقط المتعلقة باتفاقية الشراكة ما بين مع شركة طيران لاس بالماس، أو الخط الجوي داخل لاس بالما، وهو كذلك خط ذو أهمية باعتبار أنها بوابة للجهة على وانفتاح الجهة على محيطها الدولي. وهناك برمجة فائض الميزانية الذي ينهز هذه السنة ما يقارب من 23 مليون درهم في بعض الالتزامات المجلس وكذلك بعض المشاريع. وهذه السنة أعطيت الأولوية ربما لإقليم أوسرد لكونه لا زال يعاني من بعض الاختلالات، وبالتالي نعمل على مواكبة هذا الإقليم وبالتالي مساهمة من المجلس الجهوي. وهذه حقيقة تعتبر من آخر دورات والفترة الانتدابية لهذا المجلس، بعد أن شارك أو ساهم حسب الإمكانيات المتوفرة بطبيعة الحال في تنمية هذه الجهة عبر المشاركة في العديد من اتفاقيات الشراكة التي تهم التجهيزات الأساسية وكذلك مشاريع ذات بعد تعريفي وانفتاح الجهة على محيطها الدولي والوطني والمساهمة في عدة لقاءات وتظاهرات دولية ووطنية وجهوية. فحاول المجلس أن يكون حاضرا في كل هذه الأنشطة وفي كل هذه المجالات خلال هذه الفترة، ويبقى بطبيعة الحال ونتمنى أن نكون عند حسن ظن ساكنة هذه الجهة خلال هذه الفترة الانتدابية الماضية. المجلس ككل المجالس بطبيعة الحال الإكراهات هي قلة الاعتمادات المالية، لأنه ما يتوفر لنا فمداخل المجلس محدودة لا يتوفر على مداخل ذاتية بطبيعة الحال، عوض مثلا المداخل المحدودة من الصيد البحري والتي تعتبر دائما هزيلة بالمقارنة مع ما يتوفر عليه حقيقة الجهة من ثروات في هذا المجال. ولكن المشرع أعطى فقط نسبة 0.20% لكل المجالس الجهوية للاستفادة من الخدمات على المواني، وهذه تبقى جد محدودة. تبقى الأمور الأخرى هي متعلقة بما تمنح الدولة بطبيعة الحال من اعتمادات للمجالس وما هو مخصص من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل التي تبقى كذلك نسبة 1% على المستوى الوطني تقسم على الجهات حسب المساحة وحسب الساكنة. يعني هناك إكراهات حقيقة مادية هي التي تحول دون أن تقوم، وهذا ليس مشكل مجلس جهوي لجهة وادي الذهب القوارع بقدر ما هو مشكل جميع الجهات على المستوى الوطني. ولكننا نأمل ونطمح فيما يخص المشروع الجهة المتقدمة اللي ربما يدخل حيز التنفيذ من الاستحقاقات المقبلة على أن يتم التغلب وبالتالي ترتفع مداخل الجهة ويكون للمنتخب دور فاعل بطبيعة الحال، وأن توفر له الإمكانيات اللازمة من أن يقوم بالدور المنوط به فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحدود جهته الترابية.